في نوع تاني ممكن نحطه مش لا فيزيكال ولا كيميكال، ممكن نسميه فيزيكو كيميكال ستيريلايزيشن. ده النوع ده بيبقى يعني النوع الاساسي فيه هو البلازما ستيريلايزيشن. بداية البلازما هي عبارة عن يعني حالة رابعة للمادة. السوليدز بيبقى فيها عندنا الاتومز بتبقى لاين مع بعض في حاجة زي لاتس كده، يعني تبقى يعني البونز اللي بينهم بتبقى قويه جدا الحقيقه، وعشان كده بتخلي السوليد بتبقى ليه كاركترستكس خاصه، يعني تبقى يعني فعلا صعب الكسر، ويبقى مثلا الماده نفسها يعني صعب ان احنا نفصل جزء منها عن الباقي وهكذا. الليكويد بيبقى فيه بونز بين المولكيولز وبعض وبين الاتومز وبعض، بس بيبقى البونز ما هياش بنفس قوه السوليدز، فممكن يعني يبقى لها قوام كده بس سهل قوي ان احنا نفصلها عن بعض، وسهل ان احنا يحصل فيها فلو، وصعب سهل ان هي تغير الشيب بتاعها. الحاجات دي كلها ممكن تحصل في الفلويد في الليكويد. الحاله الثالثه اللي هي الجاس، لا احنا عندنا بقى كل مولكيول في الجاس يعتبر اندبندنت، بيتحرك حركه يعني براونيان موشن، ملوش اي علاقه بالباقيين خالص، لان المسافات بين المولكيولز وبعض ممكن تبقى كبيره جدا. حاله البلازما بقى هي عباره عن حاله شبه الجاسز، بس بعمل ايونايزيشن لكل المولكيولز الموجوده، بحيث ان هي تبقى عباره عن ميكشر من بوزيتيف ايونز بتشارجز مختلفه ونيجاتيف ايونز بتشارجز مختلفه والكترونز فري الكترونز، فبيسكلي هي عباره عن كولكشن اوف ايونز عموما، يعني الكترونز وايونز. بيحصل بنحصل على البلازما دي ان احنا بنحط انرجي على الجاس، يعني يبقى في عندنا جاس من نوع معين، يعني عاده بيستعملوا basically H2O2 اللي هو الهيدروجين بيروكسيد، ولما بنعرض الهيدروجين بيروكسيد للالكترومغنيتيك فيلد بيبتدي يحصل لها ان هي تبقى اكسايتد وتوصل لحاله البلازما اللي احنا بنتكلم عليها هنا. فبيسكلي الانسترومنت بيسكلي هي اللي احنا عايزين نعمل لها ستيريلايزيشن، بنستعمل يعني بلازما ستيريلايزر بالشكل ده كده، بنحط فيه الحاجه اللي احنا عايزين نعمل لها ستيريلايزيشن، زي مثلا الحاجات ممكن دي تعمل الستيريلايزيشن لتيوبس، ممكن تعمل حقيقه بتبقى يعني التشارج دي بتبقى فيري اكتف وبتقدر توصل لكل الاماكن، فالحياه بتبقى فيري افكتيف. فيعني بيسكلي بنحط الغاز ونعمل له اكسايتيشن بالالكترومغنيتيك فيلد، يعني اكشلي سوري بيبقى فيها فاكيوم، ونحط الكترومغنيتيك فيلد، ويبقى بيسكلي عندنا كيميكال زي الهيدروجين بيروكسيد. يعني بيسكلي الهيدروجين بيروكسيد لما بنعرضه للالكترومغنيتيك فيلد بيبتدي يكون بلازما اللي هي بتملى الفراغ اللي موجود ده، وتعمل بيسكلي ستيريلايزيشن لكل المواد اللي موجوده هنا، عشان طبعا الانتراكشنز بتوين الايونز دي يعني بيسك هي بتدستروي يعني ذا موست ايفن ذا موست ريزيستنت مايكروبس، نتيجه للانتراكشن بين الايونز دي وبين بين السيلز الموجوده، يعني بتعمل اكنها بعمل لها بومباردمنت كده بالايونز دي، وبالتالي بيتم تدميرها بالكامل الحقيقه. فالميزه بتاعته الحقيقه ان هو بيريكواير لو تمبرتشرز، مش محتاج درجه حراره عاليه، وبالتالي المواد برضو اللي هي بيبقى فيها مشكله او الاجهزه الطبيه اللي بيبقى فيها مشكله مع درجات الحراره العاليه البلازما ستيريلايزيشن ممكن يبقى مناسب بالنسبه لها. العيب الاساسي بتاع البلازما ستيريلايزيشن ان هي ريلاتيفلي اكسبنسيف، فدي طبعا ده العيب الاساسي بتاعها، بس هي يعني اتس فيري افكتيف واي اوف يعني ستيريلايزيشن. احنا بنسميها فيزيكو كيميكال لان احنا بنستعمل فيها كيميكال اللي هو الهيدروجين بيروكسيد، والافكت اللي بيحصل هو عامل زي الراديشن راديشن ستيريلايزيشن، هو يعتبر فيزيكال، فهو بيسكلي في اليمنتس من الاثنين، بستعمل فيها كيميكال وفي نفس الوقت الافكت نفسه اللي هو قتل الميكروبات بيتم بطريقه يعني طريقه الراديشن ستيريلايزيشن which is تعتبر فيزيكال، فعشان كده هي تعتبر هايبريد بين الاثنين.